ما في حجز قبل هالتاريخ؟ لا لا، انا ابي هالفندق، هو الفندق الافخم، ما في فندق ثاني. خلاص اهل ماشي، توكل على الله واحجز. يلا سلام عليكم، مع السلامه. مع السلامه. ها بشر، لقينا حجز بتاريخ 14/3. وايد زين، عندنا شوية وقت. أم نواف، إيمان قالت لي إنك خايفة من موضوع العرس، هسه ما شر. سامحني أنا مو بقصدي، بس أنت شفتهم وعرفتهم، بس إيمان فديتها ما قصرت، طمنتني. وأنا بعد أطمنك يا أم نواف، بيجون العرس وغصبا على خشومه. ورحمة أبوي، لا خلي نواف يوقف بينهم نافش ريشة مثل الطاووس ويسلم على المعازيم. وبشت نواف علي. مساء الشوق كله، اشتقت لك وايد، واشتاق قلبي لضحكتك اللي تروي عطش حبي. تصبحين على خير، احبك. شكل الكلام ضايع وياك. أرجوك أرجوك عطني مهلة بس أدبر فيها أموري هاليومين. علوس الشاتين بيعطينا مهلة؟ آخر مرة رحنا لأمك، هالمرة رابعة اللي ما ترضى تاخذ منها فلوس. منو كان يصرف علينا؟ منو كان يعطينا حبوب نبلعها؟ مو بهو؟ الحين عقب ما ثقلت دفاتر حسابنا عنده، يبغي فلوسه. يا نرجع له فلوسه، يا نوزع له البضاعة وناخذ فوقها زود. وأنت عارف علوس شو ممكن يسوي فينا إذا ما نفذنا أوامره. وأنا الصراحة مو بايع نفسي، والحين صاير له. عادل، أرجوك خلنا نشوف لنا حل هالموضوع. اسمعني يا ولد الناس، عشان العشرة اللي تتكلم عنها راح أأجر روحتي لعلوم، وأعطيك مهلة ساعتين بس تفكر فيها. يا فلوس أمك تعتق رقابنا من علو، يا تشتغل وياي، يا اعتبارها من ليلة تنام بالشارع. قبل أن أنسى، حطيت لك شي تحبوب في الكبد عشان تنسى نومة الانترلوك مع الرصيف. مبروك على الملكه. وبعد فارك لي هذا، وانت عارف كل السالفه، المفروض تعزيني. المهم التعليمات تنفذت وعدت على خير. تهديداتك لسعود وانت ظاهر من عندهم هذه لازم تنساها، نحن بنعتبرها ساعه غضب. تعتقد اقدر انسى؟ لازم تنسى هالموضوع، خالصين منها. ما كنت حاضر، ما شفت شو سوى فيني يا ريال. ذلني ذلني قدام عيال اخوي، يقول بيني وبينه ثار حربي وياه ما بتنتهي موليه. هو اللي بدا والبادي يظلم، واذا مو بالحين بعدين. بعدين لكل حادث حديث. المهم نبعد عن طريق سعود، هذه التعليمات وهذا من مصلحتنا. سير خير. Thank you.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله منو مسويك هذا كله؟ أخوي الكلب. متى هو؟ ليش؟ اليوم البارحة عقب ما خلصنا الاجتماع متأخر رجعت البيت تعبان ما ياني رقاد، كان عندي الشغل رحت خلصت. جيت البيت لقيته قدامي. أتاري الكلب مستغل فترة غيابنا وهي عند أمي. يصيح ويقص عليها وياخذ منها الفلوس. كنت بذبحها لكن أمي تدخلت. ايش قال سوى فيك هذا كله؟ غدرني، خذني على اخوانه، صديت صوب امي، كفخني بقص على وجهي، طحت كمل على الباقي. لا حول ولا قوه الا بالله. شو بعدين وياكم يا جماعه؟ احنا ما صدقنا نخلص من مشكله ياسر ولد بدر، تطلع لي بمشكلتك انت واخوك؟ والله تهورت وجتلت الولد ويبت لعمرك مصيبه ولنا. حاسبوا وانتبهوا على تصرفاتكم يا جماعه. احنا قاعدين نمر بمرحله حساسه ومهمه. قاعدين نبني ونوسع قواعدنا، ما نبغي تصرفاتكم الصبيانية هذه تهدم كل شيء. انت حين ضامن اخوك انه ما يتكلم عقب اللي سويته فيه؟ من هالناحية اطمن، انا مطمن له. اصلا هو يموت على امي، يحبها وايد، علشان كذي انا بعت البيت ويبت امي عندي وطردته مثل الكلب، ويوت البيزات عنه علشان ما يحسون بالامان. من يومها انا ضمنت سكوته، واليوم سمحت يتكلم مع امي في نفس الكلام. اطمنت. مو صعب. لكن صرت تبلغ لي عقب ما سوى فيك هذا كله. الله يهداك يوسف، انا لو صرت الشرطه كنت جيتك. زين في موضوع ثاني ولا بس هذا؟ لا هذا بس. شو المطلوب؟ مطلوب مثل ما دبرت لهذيك المره وسجنت بقضيه مخدرات، ابغيك تفر السجن ينسى اليوم اللي انولد فيه. تعرف مكانه؟ لا ما اعرف مكانه. بس يوسف تخيلك ابغى كل شيء يستوي بعيد عني. الشرطه هي اللي زخته، انا مالي يد في الموضوع. ان شاء الله هذا اللي بيصير. بس عندي سؤال، في سبب خاص لهالطلب؟ امي اذا انسجن هالايام امي بتشك اني انا ورا سالفه سجنه. ضربني وصرت اشتكيت، ساعتها بتحلفني، ما اقدر احلف ولا كاذب. انا ابغى ينسجن بعيد عني، الشرطه القت القبض عليه، انا مالي خص. ساعتها اذا حلفت على المصحف احلف وانا صادق. لا تشيلها، اعتبره انسجن.